معي عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دكتور، كيف تابعت العملية الانتخابية في يومها الثاني حتى الآن؟ أنا النهاردة بكلم حضرتك من محافظة الغربية، تحديدا مركز كفر الزيات، وهنا حشود كبيرة جدا. والشيء جميل جدا النهاردة الملفت للنظر أن النهاردة مسيرة قوية جدا من رجال الأوقاف وأئمة المساجد والأساقفة، كلهم من ابناء مركز كفر الزيات. مسيره حاشده وانتقلت الى كل اعضاء المدينه. في حشود كبيره جدا امام اللجان، السيدات، عدد كبير جدا الشباب، عمال الشركات، يعني منظر جميل جدا ومنظر مشرف. دي هي دي مصر فعلا، احنا سعداء جدا بهذا الحشد الكبير اللي موجود. والنهارده مسيره الهلال والصليب كان لها رد فعل قوي جدا في داخل كفر الزيات غربيه، أثرت تأثير كبير جدا على الرأي العام. كل القيادات التنفيذية، كل القيادات الشعبية، كل المواطنين الموجودين هنا في مسيرة ضخمة جدا. والحمد لله كل اللجان بيحتفظ، الحمد لله في إقبال جماهيري يعني غير مسبوق. والنهارده الناس كلها بتقول نعم لدعم الدولة، نعم للأمن والأمان، نعم للاستقرار، نعم نعم لرد الجميل، نعم لمصر اللي احنا كلنا بنعشقها وعشنا على أرضها. احنا النهارده بنبعت رساله للعالم كله لعله يتعظ ويشوف ان كل المصريين خلف قيادتهم السياسيه ان شاء الله النتائج مبهره. معانا ذوي الاعاقه موجودين بعدد ليس بالقليل، معانا الشباب من مختلف الاعمار اللي هم مقيدين في دوري الانتخابات. يعني الحمد لله لا استطيع ان اقول ان هناك اي نوع من انواع الاستجابه لبعض الدعوات اليائسه من البعض ان هو لعمليه العزوف او عدم مشاركه. لا، في مشاركه ايجابيه. النهارده رجال الدين موجودين وبيدعوا الناس ان هذا واجب شرعي، فضلا انه واجب وطني وحق دستوري، ولكنه ايضا واجب شرعي. انا بقول بطمن كل المصريين ونبعث رساله للرئيس القائد هنا من كفر الزيات، بنقول له يعني ان شاء الله مصر كلها معاك، واحنا بننعم بمسيره ديمقراطيه غير مسبوقه، تنافسيه، اشراف قضائي كامل على عمليه انتخابيه، لا تدخل لاي جهات في شؤون العمليه الانتخابيه. ده شيء جميل جدا وشيء عظيم بنعتز بيه. هنا التحالف الوطني العام الاهلي التنموي موجود، وموجود بشبابه ومتطوعينه، ويحاول ان هو طبعا يعني يوعي الناس وطبعا بيرشد المواطنين ويوفر لهم كل وسائل الراحه والمواصلات وغيرها. طبعا ده كل ده يعني الحمد لله. انا بقول لحضرتك مصر النهارده هي عرس ديمقراطي، ده عرس ديمقراطي بمعنى الكلمه. الكل هنا موجود، والكل هنا بيحتف لمصر، كل بيقول تحيا مصر فعلا من القلب، مش شعارات، منظر فعلا يدرس. يعني ارجو ان اجهزه الاعلام تنقل الصور دي في كل نحن ننقل الصوره بالفعل دكتور طلعت من كافه المحافظات عن طريق شبكه مراسلين، والصوره تتحدث عن نفسها. انتم في التحالف الوطني كيف يعني تيسرون العمليه على الناخب للقيام بسهوله بالتصويت داخل لجان الاقتراع بدون التاثير على الناخب وخرق فكره الدعايه الانتخابيه والضوابط التي اصدرتها الهيئه الوطنيه للانتخابات؟ احنا طبعا ملتزمين، عندنا المبادره اللي اطلقناها كتحالف وطني واتحاد عام جمعيات، انزل شارك مصر اهم، انزل شارك صوتك مهم. احنا موصلين عدد كبير من الشباب من الجنسين معاهم اسماء الناخبين، بيطلعوا بيساعدوا المواطنين ان هم يطلعوا اسمائهم يعني في منتهى الحريه وفي منتهى المصداقيه، بيديلوا الاسم، بيوفر وسائل للذوي الاعاقه ان يوصلوا لاماكنهم. احنا بنقول للناس انزل شارك، احنا يعني نتحدث عن المشاركه ونتحدث عن الحضور، وهو طبعا ده رسالتنا كمجتمع مدني وكتحالف وطني على الاساس التنموي وكاتحاد عام لجامعات اهليه، ان احنا بنناسب المواطنين كلها بمختلف يعني جهاتهم ومختلف اطيافهم ان هم يعني يشاركوا في العمليه الانتخابيه بمنتهى الحريه. نحن طبعا في قياديه كامله، في نزاهه كامله، وانا اعتقد ان دي طبعا صوره جميله جدا وصوره محترمه بفعلا ديمقراطيه في مصر. واللي عايز يجي فعلا يشوف ان فعلا في حريه، كل مواطن بيدخل في حريه كامله الى صندوق الانتخاب بيقول كلمته، وفي قاضي موجود، القاضي يعني طبعا بيتولى، وطبعا نحن نثق تماما مع القضاء المصري، القضاء المصري الحر النزيه اللي احنا دايما بنعتز بيه. الامور تمشي بشكل جيد جدا. نعم. الحمد لله، واحنا بنناشد من خلال حضراتكم يعني كل المصريين، كل المصريين ده عرس ديمقراطي
وده استحقاق دستوري وده حق كبير لكل المواطنين. نعم. وده واجب وطني، وان الدوله المصريه النهارده في امس الحاجه. نعم. ان احنا كلنا نتلب اصواتنا ونبعت رساله للعالم ان المصريين كلهم بيعيشوا، ودي حقيقه، حريه وديمقراطيه وامن وامان. نعم. الظروف اللي الدوله بتمر بيها، ولكن الحمد لله ده توجه من دوله وتوجه مؤسسه الدوله ان احنا كلنا دايما بنقول الحريه والديمقراطيه. نعم. والامن والامان. نعم، اشكرك دكتور طلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كنت معنا عبر الهاتف.